طب والناس اللي هو هدف يعتبر هدف جميل برشا فيكساسيون افيك انشينمون تير كادري وبوت تصويبه قله وين شاهدوها في البطوله نتاعنا. هذا اللاعب اللي هو من مواليد 94 سنه اولى اوسط ما شاء الله ينتمي للنجم الرياضي الساحلي. Yeah.
زعما احمد بالصف الاحتياطي عدد من مباراة الخوية بعد ان توج ملعوبة مصلحة زياد. زياد صوب كرة بعد لأحمد مرتضى لكن تجد هو من ايضا حضر في هذه الكرة. لاحظ مع التمركز الجميل كان من مهند نعيم في هذا اللقاء، خاصة انها بعد ان بينهم صالح بدر وهلال محمد هشام كامل ومصر. كرة ملعوبة للوراء أحمد مرتضى تذهب لأحمد مرتضى ولاحظ معي الكرة تذهب في الشباك وهدف على ما يبدو لي للمنتخب التونسي. نعم في وسط الملعب احمد بن انيس يلعب كره في الجبهه الليبيه. المنتخب التونسي حاضر الان في منطقه جزاء المنتخب البرازيلي والكره فيها خطا خطير جدا للمنتخب التونسي. حلوه ملعوبه و...
هناك في الأردن. ذلك يتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل فريق ثاني. مسحقات قادمة بجانب المنتخب العنابي. كرة الآن ملعوبة لقب كأس آسيا للشباب. كرة الحالية زيدي كل أسماء الموجودة بجانب المنتخب العنابي. نأمل أن يقدم لنا صورة جميلة جدا بجانب المنتخب العنابي. هنا الكرة خروج على أقل تقدير بالتعادل في هذه المباراة. أحمد مرتضى قدم اليسرى عند التنفيذ. أحمد مرتضى يلعب الكرة بشكل ممتاز لكن حارس المرمى في لا جاي ينقذ هذه الكرة لتتحول إلى ركلة زاوية. وأبعد هذه الكرة الخطيرة من أحمد مرتضى. لعبها بشكل ممتاز أحمد مرتضى لكن حارس المرمى حاضر. هذا الحارس أحمد مرتضى في أكثر من كرة يتواجد من خلالها المنتخب التونسي. الكرة الممتازة وهدف ثاني. هدف ثاني بحث عنه كثيرا المنتخب التونسي. المنتخب التونسي إذا يأتي بالهدف الثاني عن طريق الهدف الثاني للمنتخب التونسي. هدف ثاني لأحمد مرتضى يأتي بهدف التقدم بعد العودة لهذه المباراة بعد الاستحواذ والسيطرة. والسيطرة تأتي بالثمار. إذا هدف ثاني في هذا اللقاء للمنتخب التونسي عن طريق ادريس المحيرسي من جديد. اللاعب مرتضى بن والناس هجمات يعني مرتضى بن والناس يتوغل. مرتضى بن والناس يعمل مراوغه اولى يحاول يدخل منطقه الجزاء يتوغل. الهدف الاول للمنتخب التونسي كما بن والناس يراوغ يقدم وتوزيع بطبيعه الحال مرتضى بن والناس. مرتضى بن والناس او مرتضى بن حسن سبت